انتي كيف عندك كل هالوقاحة لحتى تعرضي علي هيك عرض مجنون؟ مارت هو أخي وروحي، وجينك هو الشاب اللي بحبه، وما حدا بالدنيا كلها بيقدر يجبرني اختار بيناتهم، ماشي؟ وخصوصاً انتي. واضح انك ما فهمتي. رح خليكي تبكي قدامي حتى تشوفي أخوكي. انتي حرقتي قلب بنتي، وهلأ صار دوري. انتي وحدك المسؤولة عن اللي صار معي سمرة، لأنك وحدة أنانية وطماعة ومستعدة تدمري حياة الناس اللي حواليك مشان مصلحتك وبس. تعرفي شو أكتر شي بيوجع؟ إنك بلا ضمير لدرجة إنك مستعدة تفرقي طفل عن أخته. نسيتي إنك أخذتي من جانسو حبيبة؟ جانسو اللي تربيتي معه كنتي تحبيها؟ وعشوي كنتي رح تكوني سبب بموتها. عن أي ضمير عم تحكي؟ قولي. إنتي اللي وصلتيها لهي الحالة سمرة. إنتي حولتي بنت مبسوطة مليانة بالحب لوحدة تعيسة وحقودة. وعم تعملي نفس الشي بمارت، بس أنا ما رح أترك لك يا أبداً. بس وصاية مارت معي أنا؟ إيه هي معك هلا، بس رح أرفع دعوى عليكي وأثبت بالمحكمة كل التصرفات السيئة اللي عملتيها معنا وحدة وحدة. حبيبتي، معقول طلبي منك تتخلي عن جينك هو اللي خلاكي تعصبي، ولا إنك تتخلي عن أخوكي؟ أنا برفض ناقش موضوع حبي لمارت مع حدا، بس هاد ما بيعني إني أتخلى عن الناس اللي بحبهم كمان سمرة. طيب هالحكي بيعني إنك رفضتي العرض يلي قدمت لك يا؟ معناتها ما عاد فيك تشوفي أخوكي. جانسو، أنت رح تتحسني، أنا رح أبقى جنبك دائما. ما بعرف إذا رح أقدر. ما فيكي تعملي شيء، بدك ترفعي إيدك الوسخة عن أخي وتبعدي عنا، وإلا بهت هذا البيت فوق راسك، عم تفهمي؟ عم تجي لهون وتعملي مشاكل بدون خجل وبنتي بهالحالة؟ عن جد إنك مالك طبيعية. جانسو، أنت خليكي هون، أنا بروح بحكي معهم، إيه؟ لا جينك، حضرتها بتعرف حالتي ومع هيك جاي تعمل مشاكل هون. اطلعي من بيتي. تركيني. يلا خلاص لبرا. انتي وحده مقرفه سمره، وما في بقلبك غير الكره والحقد. انتي ما بتفكري لا ببنتك ولا باللي حواليكي، الشيء الوحيد اللي بيهمك انك تحرقي قلبي. يعني مثل ما حرقتي قلبي عزراء، انتي باي عين بتجي لهون على بيتنا؟ جانسو حبيبتي، انتي طلعي لفوق. جانسو ليك، انا ما كنت بدي زعلك ابدا. والله جد؟ على اساس بهمك؟ طلعي فيني شوي، طلعي على حالتي عزراء. انتي اخذتي كل شيء من بين ايدي ودمرتي لي حياتي. هدي حالك يا روحي. جانسو لو سمحتي اطلعي على غرفتك. جينك اتركها شوي، اسمعيني منيح، انا ما اخذت اي شيء من حدا، بس امك هي اللي اخذت اخي مارت مني. انتي انانيه، حتى ما انك قدرانه تشوفي الحقيقه، ما انك قدرانه تشوفي شو عملتي. اخوكي نفسه بيكرهك، حتى ما انه طايق يشوف وشك بيكرهك. جانسو بيكره عليك يا روحي. اسمعوني، ما فيكم تضلوا عم تهينوا بعض، هذا الشيء ما رح يفيدكم ابدا. انا ما بدي شيء بالدنيا غير اخي وبس. عزراء طولي بالك لو سمحتي. جانسو اسمعيني، انا عن جد اسفه على اللي عشتيه، بس ما فيك تحمليني المسؤوليه وتدفعيني الثمن. طبعا مثل العاده بدك تهربي، تتركي كل شيء وراكي وبتمشي بدون ما تدفعي ثمن يلي عملتيه. ما بيهمك قديش جرحتيني، على طول هي طريقتك انتي. انتي خربتي حياتي كلها. انتي دمرتيني. اهدي شوي بنتي لو سمحتي. اتركيني. جانسو خلص اهدي يا روحي. اهدي، تعالي اهدي، اهدي، هدي اعصابك ماشي؟ يلا ارتاحي شوي، انا رح اجيب لك الادويه. جانسو بعد شوي. جانسو بعد تلمسيني، بعدي عني. جانسو اشربي يا روح، خدي اشربي مي، هلا بترتاحي. خلص يا روح. جينك خلص اهدي. جينك نقلعي من بيتي، مرضتي يا لبنتي، روحي من هون دغري، نقلعي من طيب. هون. جانسو طلعي، انا عن جد بعتذر منك كثير. أنا ما عاد أقدر أتحمل عن جد، تعبت من كل الناس وتعبت من كل شيء. جانسو لو سمحتي لا تحكي هيك، أنت هيك عم تزعليني كتير بنتي. بعرف إنك هلأ تعبانة، بس هذا كله رح يمر أكيد ورح تتجاوزي. بعدين أنا جنبك على طول، ما هيك؟ ما رح أسمح لحدا يزعلك مرة تانية، بوعدك. ماما ليش ما عم تفهمي؟ عم قلك أنا تعبت، ما بقى بدي أعيش، بدي موت، ما بقى بدي أعيش. جانسو بترجاكي لا تقولي هيك، اسمعيني، والله قلبي ما بقى يتحمل، لا تعملي هيك، فترة وبتمر وبكرة بتنسي. جانسو أمك معها حق، نحن رح نبقى جنبك دائما ورح ندعمك على طول. جينك ممكن تاخد عزراء وتروح من هون، ما بدي جانسو تزعل أكتر من هيك.
بس نحن عم نحاول نساعد ست سمرة. أنا فهمانة أنت شو عم تحاول تعمل، بس وجود عزراء رح يخلي أعصابها متوترة، وأنت إيمت ما بدك فيك تجي وتوقف جنب بنتي. بس ما عاد بدي أشوف عزراء بهالبيت بنوم. جانسو، امتى ما احتجتيني وامتى ما حبيت يكون جنبك فيك تتصلي فيني. خليكي عم تطمنيني عليها. شكرا لك جنك. شو ما بدك تحكي شيء؟ مثل شو؟ عزراء انت معصبة مني؟ لا. عزراء اسمعي، نحن من الصبح على الطريق وما حكيتي معي كلمتين على بعضه، وما عم تطلعي بوشي، في شي مشكلة؟ أنا عملت شي؟ معلش تحكي. يعني شو بدك يعني أحكي جينك؟ أنت كمان كنت هنيك، سومرة وجانسو حملوني مسؤولية كل شي صار، وأنت ما حكيت ولا كلمة واحدة، يعني جد برافو. شو كان فيني أقول يا عزراء؟ نحن أنقذنا البنت من الانتحار، شو ما بتعرفي؟ مانك مستوعبة شو يعني؟ إيه إيه بعرف، بس أنت ما بتعرف سومرة شو كانت عم تقول. هلا شو أهمية الشي اللي قالته يا عزراء؟ عن جد نقاشك هنيك كان تصرف كتير غلط بهذا الوقت. نحن أنقذنا البنت من الانتحار، كانت حاطة مسدس براسها، يعني كان ممكن تعمل أي شيء. ما بتتذكري كيف قدرنا نقنعها؟ وأنتوا مع هيك لسه عم تعملوا خناقات وتوتر جديد، شو في داعي لهذا الشيء؟ جينك اسمعني، سومرة قالت لك. أنا ما بيهمني شو قالت سومرة، صدقيني ما بيهمني، ما بدي اسمع اسمها بعد اليوم. ماشي. اسمعي، بعد الشيء اللي صار مع إيجي أنا خايف كتير يصير مع جانسو نفس الشيء كمان، فلو سمحتي أنت كمان فهميني. جينك اسمعني، أنا كمان خايفة كتير، ماشي؟ خايفة على جانسو، بس ليش كلياتكن عم تعاملوني على أساس أني شخص أناني وبلا أحساس؟ مو فهمانة أبداً. عزراء، البنت بهي الحالة وانتي لهلأ عم تروحي وتتخانقي مع أمها وعم تتخانقي معها، عم قلك إنه ما في داعي لهذا الشيء، ليش ما عم تفهميني؟ شوف، انت لسه لهلأ عم تدافع عنهم بدون ما تفكر فيني. أنا ما عم دافع عنهم، شو قصدك بكلامك انتي؟ أنا بس بدي منك تتفهمي وضع البنت شوي، يعني تراعيها شوي مو أكتر. أنا أصلاً عم راعيها كتير على فكرة، بس أنا ما حسيت بهذا الشيء اليوم. مثل ما بدك. قالوا ايه حسن؟ انسي عزراء، لا تؤاخذيني عم ازعجك بتليفوني، بس ضروري كتير احكي معك. للاسف الخالي حسنية عطتك عمرها. تعوض بسلامتك. والست فريدة تعبت شوي ونزل ضغطها، ولهيك جبناها على القصر. حبيت خبرك، قلت لازم تعرفي بهالشي. طيب طيب حسن، نحن جايين هلا. شو صاير شي؟ الخالة حسنية عطتك عمرة. لك حتى أنا ما قدرت ودع على آخر مرة وكون جنبها، لو سمرة ما قالت لي بدها يعني كنت قدرت ودعتها. شو كان فينا نعمل عزراء؟ الحياة أحياناً ما بتمشي مثل ما بدنا. أكيد الخالة فريدة بتكون زعلانة كتير هلأ، ما أصعبها هي خسرت قطعة من روحها. نحن لازم نوقف جنب ستي، خلينا نروح لعندها.